استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بقصر السيف ظهر اليوم الدكتور إبراهيم محمد بحر العلوم، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد. وحضر المقابلة نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح. تصميم عراقي، هي هدية من مؤسسة بحر العلوم إلى سموك بمناسبة منحك لقب قائد الإنسانية من منظمة الأمم المتحدة.